الإسلام يكلمنا كتير جدا عن الترابط وعن علاقتنا ببعض وعن صلة الأرحام، وبالأخص علاقة الإخوات ببعض، اللي مع الأسف في زماننا النهاردة بقينا نشوف غير تماما أي شيء اتقال لنا أو احنا عرفناه عن ديننا أو عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يخص علاقة الإخوات ببعض. الدين قال لنا إيه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأخ قال الله عز وجل حكاية عن سيدنا موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. الأخ ربنا يقول لسيدنا موسى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. العلماء قالوا: ما نفع أخ أخاه بمثل ما نفع موسى أخاه هارون، لأنه لما طلب من الله عز وجل تحول هارون من شخص عادي إلى نبي من الأنبياء. وذكر مزايا الأخوة في غيبتهم منهج الأنبياء، لأنه في غيبته سيدنا موسى بيقول، يقول الله عز وجل والله أعلم بذلك كما حكى القرآن: وأخي هارون هو أفصح مني. يعني يا رب أخوي هارون بيتكلم أحسن مني، أخوي هارون لسانه طلق عني، أخوي هارون أفصح لسانا مني، أحسن مني وأفضل مني. مين بيقول كده في غيبة أخيه؟ مفيش. دي مشكلة كبيرة جدا. القليل منه. فالأخ يعني الظهر، الأخ يعني السند، الأخ يعني القوة. وبدون أخيك تأكلك الضباع حتى وإن كنت أسدا. كلمة احفظوها: بدون أخيك تأكلك الضباع حتى وإن كنت أسدا. بدون أخيك تهجم عليك الكلاب حتى وإن كنت أسدا. لأن حضرتك لفت نظري كلمة حلوة قوي. الواحد فينا لما بيتألم بيقول أخ، كأنه بيقول الحقني يا أخي، نداء طبعا، كأنه بينادي عليه بيقول الحقني خفف عني ألمي. هو ده الأخ. الأخ اللي شاركني لعبي وشاركني ثيابي وشاركني حزني وأفراحي وشاركني سريري ومخدعي وشاركني النفس اللي تنفسه وشاركني الألم اللي تألمه. تزعلي قوي يا فندم لما لمجرد انه تزوجوا بعض، مش بقول كل، بعض النساء تفسد ما بين الاخوة. طبعا لما كبروا فده اشتغل وده اشتغل، بقى ده فلوسي وده فلوسي، المال افسد ما بين الاخوة. لما كبروا وبدأت المصالح تتقاطع، المصالح افسدت ما بين الاخوة. لما مات الاب وجاءوا للميراث، الميراث افسد ما بين الاخوة. صحيح. وده من اكتر الحاجات، وده من الخطأ الكبير. ما قيمة المال وأنت وحدك؟ ما قيمة إن زوجة تقويك على أخيك؟ إزاي تقبل أن تسمع في أخيك عيب؟ عيب ما ينفعش. قل لها أقفي عند حدك، بيتك ومكانك. ما تتكلميش على أخويا. وبتتكلم عن مين؟ عشتي إيه أنت ولا حضرتي إيه معاهم؟ ولا العمر اللي فات ده كله كانوا بياكلوا من طبق واحد ونايمين في مكان واحد، وألمهم ألم واحد وفرحهم فرح واحد، والأب والأم يعني تعرف إيه هي عنهم عشان تيجي تقول أخوك أو أختك؟ تعرف يا فندم، تعرف، لكنها للأسف الشديد هي في بعض الستات، بعض الناس، بعض الزوجات اتجوزت عايزة تاخد زوجها لوحده، عايزة تقطعه من الأب وتقطعه من الأم، تقطعه من الأخ وتقطعه من الأخت، وده غلط طبعا. بعض، لكن في ستات تاج على راسنا، هي اللي بتقول لجوزها والدك، وهي اللي بتقول لجوزها خلي بالك من امك، وهي اللي بتقول لجوزها اخواتك وما تزعلهمش وادلهم كتير. لكن احنا بنقول لا، خلي بالكم من الظاهرة السلبية، ان بعض الزوجات مجرد ما اتجوزت البني ادم بتبقى عايزة تقطعه، من تقلع جذوره بشجرته من الشجرة الاصلية، تاخده من الاب وتاخده من الام ويبقى لها لوحدها. بعض الناس ويبقى لها والاهلها. ولذلك تلاقي العلاقة ما بين الراجل ده واهل زوجته فل حلو قوي،
طب وعلاقته مع اهله هو متوتره؟ لا، وتزعل قوي بقى لما تلاقيه مثلا مع امها مثلا في موقف مرض او ايا كان، واقف مع امها وسايب امه. اقف معاها طبعا، ده مش حاجه وحشه ان انت تبقى واقف جنب اهل مراتك، لكن ما تبقاش ده ومقصر مع طب ما امك نرفع وابوك. الشعارين، يعني نقول حماتك سر حياتك، وحماتك سر سر سعادتك. سعادتك. ارفعوا الاثنين. ما هو حماتي امي، ومش امي ليه، ده امي، وحماتك انت يا زوجتي اللي هي امي، انا امك اللي خلفت لك رجلا، ولما صار قامه وقيمه سلمته لك على الجاهز، ما يبقاش هو ده جزاءها. فانا بنادي على كل انسانه تزوجت رجلا، اوعى تقطعيه من اهله، بل بالعكس كوني عونا له، علشان ما تقابليش ربنا بعقوبة قطيعة الأرحام. وأول الأرحام الأب والأم والإخوة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تخيلي لما أنا مثلا اتجوزت وقطعت البنت عن أخوها، والأب والأم ماتوا، طب ما أنا كده بقطعها عن أهلها جميعا. طبعا. واحدة ست أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، كان في مشكلة، وعبد الرحمن بن الأشعث قصة تاريخية كده مش هدخل فيها عشان الناس ما تتوهش مني، لكن الحجاج قبض على ابنها وزوجها وأخيها، قبض عليهم وحكم عليهم بالقتل، وهي كانت امرأة عربية فصيحة، فطلبت الإذن على الحجاج فأذن لها، فدخلت وكلمته وبكت بين يديه وقالت له دول كل دنياتي، يعني كل دنيتي هم الله اختاري منهم، ما عنديش حد تاني، يعني انا ليس لي تاني، لا عيله ولا بيت، ده ابني وزوجي واخي، فارجوك سيبهم لي، ارجوك اعفو عنهم، انا ماليش في الدنيا غيرهم. فقال لها طيب علشان خاطرك انا هعفو عن واحد بس، فتختاري مين؟ اي واحده ست مشاهده كريمه تتخيل لو خيرت بين الابن والزوج والاخ، بثقافة عصرنا الابن من غير تفكير ومعذورة بذلك، لكن الام العربية كانت اعمق، الست العربية. فقال لها اختاري، فالست العربية دي قالت له ايها الامير، الابن مولود والزوج موجود، الابن مولود يعني لسه صغيرة واقدر اجيب غيره، يرزقني الله غيره. طب والزوج موجود، يعني لا قدر الله ان مات ممكن اتزوج، لكن الاخ مفقود. الابن مولود، الزوج موجود، الاخ مفقود، اختار الاخ. قال لها عفوت عنهم جميعا لفصاحتك.